فهو ده اسمه لادا. فأول حاجة احنا بنعملها مع المريض احطه في كاتيجوري، هل هو سكر فعلا من المرض الشائع اللي اسمه السكر، ولا سكر نتيجة شيء؟ مثال، واحد عنده كورتيزون عالي، الكورتيزون يقاوح الانسولين، يقاوحه خليه ما يشتغلش، سكره هيعلى. بس في هذه الحالة هو مش مريض سكر، هو انا ظلمه. هو لو صلحت الامور، افرض ان عنده ورم في الغدة اللي بتطلع كورتيزون، لو شلتها السكر هيتعدل مفيش مشكلة. واحد كان عنده ربو شعبي واديته كورتيزون وسكره عالي، سكره عالي نتيجة اديته كورتيزون. هنا في نقطة مهمة جدا، لو جبت 100 واحد واديتهم كورتيزون السكر يعلى في 25 بس من 100، فيقال ان دول اللي كان هيجي لهم سكر، يعني انا خدمته. يعني زمان كنت اديله كورتيزون سكره يعلى، يروح يرفع عليا قضية يقول لي انت الدواء بتاعك طلع لي كورتيزون، اقول له لا، ده انت تحمد ربنا انك عرفت. وبالتالي باختبار يا استاذ محمود، هو كشفه اعلن عن المرض، بالتالي باختبار احلل له السكر الاقيه طبيعي، اروح مديله كورتيزون الاقي عالي، اقول له خلي بالك خلي بالك انت من المجموعه اللي هيجي لها سكر المرشحه. فده الايه انواع السكر، النوع الاول تمام هياخد انسولين، النوع الثاني كده. مين عرضه للسكر؟ التخين. التخين، طب ازاي اعرف التخين؟ التخين الاوفر ويت، السمنه عرضه للسكر. لماذا؟ لانه بيستهلك انسولين عشان الدهن، الدهن محتاج انسولين، محتاجه، فمحتاج بدل ما اطلع له 5 اطلع له 10 للابقاء عليه. الابقاء على هذا الدهن يستهلك البنكرياس، خليه يفضل يشتغل فالاخر يهبط وما يعملش. طب ازاي اعرف انا تخين ولا لا؟ على فكره دي مش سهله، هقول المعادله، كل واحد معاه ورقه وقلم يحسبها. كل واحد معاه ورقه هجيب وزني بسط، معادله بسط ومقام، هجيب وزني بسط. انا وزني يا استاذ محمود 70 كيلو، يبقى البسط بتاعي 70 كيلو. وطولي بالمتر مش بالسنتي، بالمتر. انا طولي 180 مثلا، ابقى 1.8 ابقى 1.8 مش 180 بالمتر، مضروب في نفسه، يبقى 70 على 1.8 في 1.8، لازم الرقم ده يطلع حول 25 اقل او ازيد، حاجه بسيطه. 35 انت عندك سمنه، 45 سمنه مفرطه او ما يسمى في الطب سمنه قاتله، لازم قد يحتاج جراحه، اللي هي السليف، اللي هي تكميم المعده او 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 تمام. انما دي اللي يحسبها كل واحد. اذا كنت 35 تكر خاص، مفيش حسبة اسهل يا دكتور؟ لا دي سهله جدا، دي صعبه جدا والله العظيم. البسط الوزن، البسط الوزن. طب الحسبه، احنا كنا اتكلمنا في الحكايه دي قبل كده، الحسبه بتاعت زمان اللي هو وزنه 70 كيلو، اي كلام اي كلام مع احترامي الشديد للكلام، يعني انا مش كلامي، انا مش انا اللي بدعو، انا وعين عليه. لا مش يعني كلامك، بقول لك الكلام اللي وزنه 70 يعني كيلو واللي هو 80 يعني. في حاجات طالعه في المانيا وفي امريكا وبتاع، حاجات حديثه جدا. القاعده الاساسيه ايه؟ انا هقول لحضرتك القاعده الاساسيه في علاج الانسولين، في علاج السكر، اما الاقراص بكل الطرق اللي بتشتغل بيها، واما انسولين. طرق اعطاء الانسولين بتتغير كل يوم، يعني كان زمان حقنه بتوجع، دلوقتي الالم ما بيوجعش، وبعدين ممكن احط لك تحت الجلد، ممكن احط لك بنكرياس صناعي جوه ويطلع انسولين عند اللزوم. تقدم العلم يا استاذ محمود جبار. احنا عايزين بقى نبشر الناس، هل في حاجه من الحاجات اللي هي هتبقى مزروعه جوه الجسم نجحت النجاح هتنجح بيها تتعمم قريب؟ هتنجح ان شاء الله، في فرنسا بيشتغلوا عليها دلوقتي. بس انا عايز نقطه، اللي هي الانسولين اللي داخل الجسم، انسولين مضخه دي هيعيش بيها مضخه، وكان شيئا لم يكن وكانه مش بس انا عايز افهم الناس حاجه مهمه جدا، علاج السكر مش ادويه، علاج السكر ثلاثه، ثلاث تتلات ادويه ورياضه واكل.
اللي خد الأدوية ونسي الاثنين دول ده اتعالج بالتلت. ده عربية ماشية بثلاثة سلندر، هو ماشي بسلندر واحد، لازم الثلاثة يمشوا سوا. نظام الأكل مهم جدا جدا جدا، الرياضة مهمة جدا لمنع المضاعفات، ولا العلاج اللي الدكتور هيكتبه. والله العلاج أنا ممكن ألاقي عيان سكر معقول وأمنع المضاعفات تماما بحاجتين، بنظام أكل وبرياضة. وعندي حاجة يعني لازم يغير نظام حياته، يعني اللي الدكتور يوم السبت قال له أنت عندك سكر يعلم إن هو مروح نظام حياته تغير، كان ما بياكلش طول والله اليوم. أنا شفنا في حياتنا دكتور ناس ماشية مع السكر بصداقة حميمة وعلاقة فيها تفاهم كبير، فكانت العلاقة طويلة جدا. وشفنا وأعمارهم امتدت لكتير جدا يعني، وكأن ما كانش عندهم حاجة، ويمكن السكر مرض السكر أفادهم صحيا يعني. بالظبط. وشفنا ناس وصلوا إلى أقصى درجات المضاعفات في التعامل مع السكر، المضاعفات شيء رهيب، وصلوا لأقصى حاجة يعني. ايد ورجلي 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 وحاجات كتيره جدا، وغيبوبة يعني صعبه جدا. غيبوبه جداً. السكر حضرتك عارفها انها مؤلمه جدا جدا. طبعا طبعا طبعا، اقسم بالله العظيم طبعاً. بالله العظيم طبعاً. ان السكر صديق جميل جدا، بس انت عارف حضرتك انا السكر والمريض بعتبره زواج، ما في جواز بيقعد شهرين وفي جواز بيقعد 50 سنه، فهو اتجوز المرض زي السكر هو اتجوز السكر زي السكر، لازم يحافظ عليه ويحترم نفسه ويحترم المرض يوم ما يحصلش حاجة. إنما السكر مرض ما يخوفش خالص خالص. وحقول كلمة كمان مهمة، إن إحنا بنخرج من كلية الطب الطبيب اللي بيعرف يعالج سكر، يعني ما هوش تخصص دقيق قوي، لأ يعني ما اما تقول لي مثلا قسطره القلب اقول لك لا، اللي يعرفوا قسطره قلب في مصر قليلين، اللي يعرفوا كلى وزرع كلى في مصر قليلين، انما اللي يعرفوا سكر كتير جدا. لماذا؟ لان ده التخصص، لانه مرض منتشر جدا. زي الضغط، عيب ان طالب عندي صحيح. يطلع صحيح. من كليه الطب ما اعرفش اعالج ضغط، وان كان يعني دلوقتي احنا في مصر في كتير جدا دكاتره متخصصين في السكر، الى جانبهم ناس كتير جدا مش متخصصين ونفس الشطاره.